السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الحوت. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، انزل في التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام بنية الفرج. سيب كل حاجة، وسيب كل حاجة عدت عندك، اتركها. يعني بلاش تفتكر الحاجة اللي هي تدب لك طاقة سلبية او تفكير مش كويس، يعني اترك كل حاجة عدت. شايف هنا في واحدة ست عندك، الست دي ملزماك، الست دي ملزماك في كل حاجة. الست دي اقدر اقول لك ان هي عاملة لك سحر، مخليك ملخبط ومتعقد، مش عارف تشوف شغلك، مش عارف تشوف مستقبلك، مش عارف تشوف حالك. الست دي ململمة كل اوداعها، وكل شيء عندها خطاه على اوداعك، عاملة لك كراكيب، عاملة لك تعطيل، عاملة لك تعب، هذا من السحر. صلى على الحبيب المصطفى. انا شايفك هنا انت ليه بتوقع نفسك في مشاكل كثيره، يعني شايفك هنا بتوقع نفسك في مشاكل كثيره بسبب ممكن اختياراتك الخطا او بسبب طيبه قلبك. انا شايف ان انت غدرت كثير، تعبت كثير، شايفك محبط، عندك كميه احباط، كميه يؤس، شايف. بس انت هتنتصر على اعداء، هتنتصر بإذن الله تعالى على أعداء. شايف عندك انتصار. الناس اللي ضربتك أو طعنتك في ظهرك أو أذتك أو غدرت بيك، هم مش مرتاحين، هم مش مرتاحين، وهيدولك وهيتأسفوا لك، وهيتأسفوا لك. بسم الله الكاشف. بص هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. عندك هنا قرار، شايف عندك هنا قرار، والقرار ده لازم تاخذه، القرار ده لازم تاخذه. فكر كويس جدا علشان تاخذ القرار الصح، عشان قبل ما تاخذ قرار فكر كويس جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا عندك في قاعده، القاعده دي بخصوص ناس، حل مشكله. انا شايف في قاعده فيها كلام رايح وكلام جاي، فيها صلح بإذن الله. شايف عندك هنا لقاء مع حد، اللقاء دي في خير، في فرحة، شايفك في اللقاء ده مبسوط، مبسوط فيه. عندك هنا رسالة ديالك، رسالة فيها فرحة ليك، فيها سعادة، انت منتظرها بإذن الله. بس خليك تكون هادي علشان شايف عندك فرحة بإذن الله تعالى، عندك فرحة. شايف في بشرى بمولود، لأن عندك كمية اشتياق لأطفال، عندك كمية، شايف في بشرى بمولود. حياتك هنا العاطفية، يعني هنا حياتك العاطفية ما فيهاش استقرار قوي، ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر، بتجدد لك السحر، عينها عليك جدا، عينها عليك. هنا الناس اللي أذتك وغدرت بيك هيتأسفوا لك، وهيردعوا لأنك، يطلبوا منك السماح، لأن أنت قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها، وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد، مش منتظر مقابل من حد. دايما اللي انت بتعمله مع الناس بيديلك العكس، دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيديلك العكس. شايف عندك صلح انت وحد عزيز على قلبك. شايفك هنا برضو زعلان وبتشكي همك، شايفك زعلان، مخنوق، متضايق، قلبك مكسور، حزين، بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الكاشف. ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابنا في الله، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله اللي بتشاهدونا، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف. بتقول يا رب وفقني، يا رب اكرمني. عندك دعوه باذن الله تعالى هتتحقق، هتتحقق بقدره الله. انت اقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك،
هم اللي غدروا بيك، اقرب من ليك هم اللي غدروا بيك، بس ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيريح قلبك باذن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك غصب عنك، شايفك طالع غصب عنك زعلان مكسور، شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي عايزه تدمر حياتك، الناس الحقوده، الناس اللي عايزه تاذيك، عايزه تدمر حياتك. خلي بالك من الناس دي. انت شخص محبوب، انت شخص شاطر، شخص يعني محبوب جدا، مشاريعك باذن الله تعالى ناجحه، عندك تسرع، بس في تسرعات بتاخذها في الصح بتكون صح، بس عندك اصدقاء خبيثه، اصدقاء حابه توقعك في شر اعمالك، فكن حريص كما كنا. شايفك هنا نوع على سفر، نوع على سفر خارج البلاد، مستني دعم او مستني لقاء مع حد او مستني مكالمه. شايف عندك سفر، في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشده، في حد هيساعدك ويدعمك وهيقف جنبك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك، وما تخش حدا من حد، خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك، علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر، بالاعمال، بالسحر المشروب. خلي بالك من السحر كما قلنا، فخلي بالك، خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل، المعدة عندك تعب، عندك ألم، عندك تساقط في الشعر. في حد هنا بيحاول يأذيك، بيحاول يطعنك، بيحاول يكسرك، بيحاول يأذيك. خلي بالك، انت هنا شايفك حزين على شخص انت بتحبه، الشخص ده مسدون او بعيد عنك او هو مخنوق او في ضيقة او مريض، انت زعلان عليه وحزين عليه الشخص ده، ربنا يفك اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه، بسم الله. شايف هنا حصل كلام ما بينك وما بين الشريك، حصل زعل، حصل انفصال، بتفكر في الانفصال، بلاش تفكر حاليا عشان السحر سحر بيتجدد، لان شايفك عندك حيرة، محتار في امرك، عايزك تنتصر، عايزك تنتصر، او عايزك تنتصري. سيب كل حاجة على الله وحاول تقول يا رب، حاولوا تقول يا رب. انا شايف عندكم مواجهة حلوة، المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالى، فيها خير ليك. حاول يعني تكون انت يعني هذه الايام دي هتكون حكيم وتكون هادي، علشان المرة دي هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر، وهتضع صوابعك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا اقرب الناس ليك هم اعدائك، عدوك واعدائك، صديقك وعدوك، فخلي بالك، لان شايف شخص مقرب لكم، فخلي بالكم وكون حذرين، بسم الله الكاشف. شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك او طالع من بيتك مش كويس، انت قدمت له الخير، كل وشرب لكن مش كويس. شايف هنا في ارض بيتك فيها فرحه، في فرحه في ارض بيتك، عندك انفراجات حلوه باذن الله تعالى، وعندك الماديه هتتحسن، عندك الامور هتتحسن معاك بفضل الله تعالى، عندك كما قلنا ممكن نقول فرحه، ارتباط او زواج او عرس لاحد قريبك في اهل بيتك، يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحه بقدره الله تعالى. شايفك هنا مش قادر تشيل قرش، مش قادر تشيل فلوس، مش قادر تحوش، اللي دايخ خارد، مفيش حدا قاعده معاك مكتمله، ان شاء الله دايلك الرزق من حيث لا تحتسب، ديالك الفرحة، لأنك أنت ظلمت كثير، ربنا هيعوضك، هيعوضك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من أقرب من ليك، ربنا هيعوضك بإذن الله. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، الفترة اللي داية شايف هنا وانتبهي، الفترة اللي داية عندكم خير، عندكم السكة فاضية، عندكم خير، عندكم السكة فاضية، حاولوا إن أنت تكسبوها. حاولوا انت تكسب هذا السكه، انتوا حاسين ماشي ان الامور معقده امامكم، بتدخلوا في طريق بترضع خطوه، مفيش ارتباط مكتمل، مفيش عيشه في المتزوجين مش مرتاحين في الزواج، مشاكل بدون سبب، خنقه، ضيق، نفور، واكثر هذا المشاكل بدون اي اسباب، واللي لسه ما ارتبطتش في تعقيد، في تعطيل، في تعب، في تساقط في الشعر، في الم في العمود الفقري، والم في الرجلين، وزياده الصداع، وزيادة التعطيل،
والنفور في الزوال. هذا من السحر. السحر كما قلنا أحببنا في الله من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك هنا حصل أو هيحصل في بين المنفصلين. شايف هنا في عتاب في مقابلة، والمقابلة دي فيها عتاب إن شاء الله فيها صلح بمشيئة الله تعالى. شايف هنا في محاكم أو في قواضي بينكم وبين حد أو حد معين، لأن شايفهم بتخلصوا هنا. عندكم خير في المحاكم بإذن الله تعالى، عندكم محاكم. شايف هنا في رزق دايكم وبشرة بفضل الله تعالى فيها فرحة ليك. شايف هنا في غيمة، غيمة على وشكم. الغيمة دي في تفكير، في غيمة في تفكير، في حد بيحاول يأذيكم وانتم مش شايفينه. يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني اللي عمال يلعب بيكم، عمال يأذيكم، مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك، طريق السفر فيه خير. هتقول لي يا شيخ طريق السفر، طب يعني ان شاء الله فيه خير طريق السفر. في منكم فسحة وفي اللي مسافر لشغل. القراءة عامة أخواتنا في الله للرجال ونساء، والقراءة مفتوحة بإذن الله تعالى. خذ اللي طابق ليك أحبابنا في الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شايف إنها تتفتح قدامكم ببان حلوة، هيكون فيها سعادة، فيها سعادة، فيها فرحة، يعني في راحة بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. تعبتم تعب كبير، ربنا ييسر أمركم، ربنا ييسر أمركم وهيكرمكم، هيكرمكم بإذن الله تعالى. الدموع اللي عندكم حاول تخلص، طلع من حياتك، طلع اليأس، طلع الإحباط، طلع الضيقة، طلع الخنقة، طلع اللي عندك. شايف المشكلة اللي عندكم مسبب لكم الأزمة والحيرة، أنتم هتحلوه، هتتحل بمشيئة الله. يعني شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت، مش عايزين تتكلموا مع حد، يعني مش عايزين تتكلموا مع حد بسبب اللي شفتوه. لكن هتتلاقى بتوأم روحك، هتتلاقى بتوأم روحك، خلاص هانت هانت. كل الابواب اللي اتقفلت في وجهك راح تتفتح مرة اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حاجات كثيرة جدا، وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقلة، فيه الراحة ليك، فيه السعادة. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان فيه الراحة وفيه السعادة ليك بإذن الله تعالى. هتشتري المنزل، هتشتري المكان اللي انت هتنتقل، ممكن يكون لبيت زوجتك ان شاء الله، او الرجوع لزوجك بإذن الله تعالى، او شراء مسكن جديد هتنتقلوا فيه، فيه الراحة وفيه السعادة ليكم بمشيئة الله. وابعد عن الناس اللي بتأذيكم، الناس اللي بتحط عليكم وليست تاخذ منكم. شايف عندكم هنا خمسة، رقم خمسة، رقم خمسة ده مميز، ده بكم طاقة إيجابية، ده بكم طاقة فيها فرحة، طاقة السعادة بإذن الله تعالى. شايف عندكم هنا أكتر من خبر، مستنيين يعني أكتر من خبر تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة إنها تكتمل أو يكون فيها أمور حلو ليكم. بس هنا شايف هنا بتديلكم حادة وتختفي، بيديلكم إحساس وبيختفي، بتدخلوا في طريق حادة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكثير عشان انتوا عندكم لخبطة، مش عارفين ايه اللخبطة، لان عندكم هنا روحانياتكم عالية عالية بنسبة شديدة، عندكم التخاطر ده شديد قوي، سواء كانت احلام بس بتنسوها. في منكم بينسى الاحلام، بيحلم احلام وبينساها، مش بتكتمل او بينساها. في منكم برضو اللي بيفتكرها، في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر، وعنده سحر. اكتر حدا عندك الحسد، الحسد شديد عليك، شديد يعني بالنسبة شديدة جوه الحسد، وعندك السحر. بس عندك يعني هنا معك روحانيات، يعني حاجات كويسة، حاجات صالحة بتساعدك كتير على قد ما تقدر، لكن مش قادر على السحر، مقفول عليها، مش قادر على تخلص لك السحر. فانت ساعد نفسك، ساعد نفسك، خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك، خليك تتواصل مع روحانيتك، لان روحانيتك كويسه ماشي حاليا. يعني هي اتفتحت معاك الابواب كبير مره، مشيت معاك طريق مكتمل، لكن انقطعت، وقفت معاك الدنيا، وقف حالك، وقف، حصل معاك تعطيل، حصل معاك نفور، محتار، حصل معاك برضو تعب شديد من السحر احبابي في الله. بس الطريقه تمشي معاك مره تانية، وهتمشي لهدفك، وهتوصل للطريق اللي كنت عايزه، وهتعلى هتعلى هتعلى. شايفك ان انت مش عايز تعاتب حد،
بسبب ان انت شفته من الناس دي، مش عايز تعاتبهم، مش عايز تتكلم معاهم، عايز تبعد. قررت ان انت تبعد عن الناس دي، تعتزل في حالك، تقول انا مش دعوه بالاشخاص دي، انا خدت شغل منهم التعب، الظلم، المشاكل، الخنقه، خدت شغل منهم المصاريف اللي صرفتها او تعب كتير او صرفت عليهم فلوس كتير، فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد جزء بعيد عنهم، لانك انت سمعت كلام كتير. يعني شايفك انا بس انت واضح هنا في مشكله، في مشكله في المحاكم او حاجه، بس هي تتحل خلاص. يعني بنا عندك انت عندك ثقه في الله كبيره جدا، لكن هتخلص منها باذن الله تعالى المشكله اللي عندك. الماديات في انفراجات كبيره ديالك، شايف برضو في فلوس ديالك، حوالات او فلوس، او انت عطي حد فلوس سلف او مسلف حد ورد عليك، ورد عليك باذن الله تعالى خلاص. استغل ايامك كلها، الفتره اللي دايه في صالحك، امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه، هتوصل. هو ماشي حصل معك شويه تعب، لكن هتوصل بقدره الله تعالى. كل ما تكتمل تحصل لك عراقيل، تحصل لك حاجه، لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث حطك في دماغهم، حاطك في دماغ الطرف الثالث، انت ما عطهوش اهتمام او بعيد عنه، لكن هو حاطك في دماغه وعايز يوصل لك باي طريقه، عايز يوصل لك باي طريقه. الست اللي عامله لكم السحر، الست اللي عامله لكم السحر دي هي قمحويه، يعني سمراء بما يقولوا، وطويله مش قصيره، طويله الست دي وقمحويه، وقريبه ليك، قريبه يعني جدا، مش بعيده يعني، مش غريبه، قريبه ليك ماشي. فخلي بالكم منها الست دي، يعني اول حرف منها اللي سالوني كتير على اول حرف، حرف السين، حرف السين، شايف حرف السين، حرف الهاء منها، من حروفها سواء كانت حرف السين او حرف الهاء او حرف الميم او حرف العين او حرف الحاء، من حروفها. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف عندك هنا اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، عندك اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، بتخليك يعني احسن من الاول يعني. فشوف نفسك، حاول يعني تشتغل على نفسك، اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه، هتوصل باذن الله تعالى. عندك تغيير في سكن، تغيير في سكن، هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، بسم الله. في حاجة هنا انت مقصر فيها، او في تقصير ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين حد، عندك طاقة تقصير، مقصر في حدا، مقصر فيه. ايه هي اللي مقصر فيه؟ شايفك هنا بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك هنا رسالة، رسالة، رسالة انت هتقراها، الرسالة دي ديالك فيها خير باذن الله تعالى. في استلام من اوراق، اوراق راح تستلمها فيها خير ليك برضه، في حد غايب عنك بقاله مدة كبيرة، وانت عمال تدعي له انه يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع بمشيئه الله تعالى. في حد هنا مسدود قريب ليك او مريض، شايف عليه محتاج مساعدتك او محتاج دعمك او محتاج الدعاء، مسدود او في السجن او بيخلص او عيان او بيعمل عمليه، ربنا هيشفيه باذن الله تعالى، او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السجن اللي هو فيه، هيخرج بقدره الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفاجأة هتحصل، هتغير حساباتك بشكل كبير، مفاجأة هتحصل لك بإذن الله تعالى. في حدا انت تعملها هنا هتعلي من شأنك، أو شغل، أو علاقة شغل جديدة، في حدا هتعلي من شأنك، في حدا هتنشال وهتأخذ حدات أحسن. شايف عندك برضو هنا انت مشروع شغل بالك، أو هتدخل في مشروع، أو داخل في مشروع شغل بالك، اكتمل كما انت، بس اكتم اسرارك، اكتم اسرارك، لان في حواليك عيون كتيره، في ناس كتير مش بتحبك، زي ما انت بتحب ناس، في ناس برضو بتحبك، وفي ناس مش بتحبك بتتمنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايهه منك، او اوراق انت بتدور عليها، او بتخلص اوراق، او محتاج تخلص اوراق، ان شاء الله هتكتمل معاك باذن الله تعالى، ان شاء الله. شايف هنا هتربح يعني مشاريع، هتربح قضايا هتربحها، شايف عندك مكسب كبير جدا، عندك مكسب كبير جدا باذن الله تعالى، بس انت محتاج الصبر، محتاج الثقه بنفسك تزيد، خلي عندك الصبر. شايف عندك الى حد هيتصل بيك، هيطلب منك حاجه، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجه معينه. شايف هنا في شخص، هنا الشخص ده يعني قريب عندنا، قريب ليك، قريب ليك،
بس في امور كويسه هتكون ما بينك وما بينه، هيكون في حد جديد في حياتك. شايف ان انت دقيت على باب او حاولت تفتح باب والباب ده مغلق قدامك، لكن انفتح الان وهيتفتح الباب، واللي في السجن هيخرج، اللي في السجن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب، في الباب اللي انت دقيت عليه كان مقفول هيتفتح لك باذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى. شايف ان انت حاده مخلياك كاره اي حاجه تخص الحب، تخص الحب. شايف ان انت حاجه بتتكرر معاك، إشارة، حلم عايز تفسره، في حدا انت عايز توصل له، في حدا تعباك محيراك محتار فيه عايز توصل له، لانك لو وصلت للحدا دي هتعلى من شأنك، هتوصل لأهداف كتيرة، هتوصل لحدات كتيرة تعلي من شأنك. انت خاطط عقلك كله تفكيرك فيها علشان توصل للحدا دي، والحدا دي ان حليتها هي عقدة او هي حادة مربوطة او حادة مكفولة، ان فتحتها وحليت لغزة هتوصل للهدف الصح، هتوصل عقل يعني شأنك هيعلى هيعلى هيعلى، وهتخلص من العراقيل كلها اللي في حياتك، هتخلص من السحر، هتخلص من المس، هتخلص من التعب، هتخلص من اي حادة واقفة في حياتك، حتى الديون هتبقى مرتاحة معاك بإذن الله تعالى، هتعلم شأنك. شايف في حاجة برضه هنا هتفرحك الفترة دي، ادعم فيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله، لان كثيرة والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا، ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينك وما بين صديق، او اختلاف ما بينك وحد قريب ليك، الخلاف ده كان من فترة فاضي، من فترة يعني من الماضي، من فترة فاتت، هيبدأ صفحة جديدة او هيكون في صلح ما بينكم او انت اعتزلت عنهم، في خير بإذن الله تعالى. الاهل مركزين معاكم جدا، الاهل يعني مركزين معاكم في كل حاجه، حتى في المال اكتر حدا مركزين معاك في المال، فانت بيديلك فصلان، بيديلك ضيق، بيديلك خنقه. شايف عندك هنا محادثه ما بينك وما بين حد، امسحها او اتجنبها، بلاش كل شويه تمسك التليفون وتبص على المحادثات او منتظر منه محادث او منتظر منه يبعت لك حدا، لا ابعد عنه او اترك الطريق دي. شايف هنا حد بيدعي لك، عارف ان انت بيدعي لك، بيدعي لك هو عايز مصلحتك ودايما بيدعي لك، بس انت يعني ما بقتش شايف مين بيحبك، ما بقتش شايف مين عايز مصلحتك بسبب اللي حصل معاك، المشاكل او اللي حصلت معاك او انت اللي مريت بيه، لان انت مريت بحادات كتيره جدا، تعبتك نفسيا، كسرت قلبك، يعني حادات كتيره خذلتك، ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شايف الفتره دي انت مش واخد راحتك في حادات كتيره جدا، مش واخد راحتك في حاجات كتيره جدا، عندك يعني حالتك النفسيه هتبدا تتحسن معاك، هتبدا تتحسن، هتطلع من حاله الاكتئاب بفضل ربنا باذن الله تعالى، هتطلع من الخذلان، هتعرف ان في حد هيدعمك، شايف طريق سفر قدامك، معروض عليك سفر، او انت حابب تسافر بس عندك يعني مشكله او حاجه هتخلصها وهتسافر. في حدا عندك هتخلصها وهتسافر باذن الله تعالى، فاتحه معاك طريق السفر، فيها رزق ليك، فيها خير، فيها فسحه، فيها فرحه ليك، طريق السفر معاك مرتاح تمام تمام، بس هي مشكله في الاول بتخلصها، هتخلص باذن الله بسهوله وهتسافر وهتوصل لهدفك باذن الله تعالى. بالك مشغول 24 ساعه، مش عارف تاخد قرار، مش مرتاح، تعبان، مضغوط، محتار، مخنوق، قلبك مكسور، عندك الضيق، الفتره اللي دايه فيها خير ليك. في فرحة في أرض بيتك، هنا ممكن نقول لخطوبة أو حد ارتبط قريب ليك أو زواج أو رجوع للمنفصلين أو زواج مرة ثانية، لأن الفرحة مكتملة في أرض بيتك، أنت فرحان وسعيد وأهلك كلهم فرحانين ومبسوطين معك. شايف هنا أنت ما بتحبش تتكلم كتير، بتحب الشخص الهادي الكتوم، بتحب بلاش يعني الفرحة لما تدي لك تعرضها على الكل، بلاش لما تدي لك حاجة تتكلم عليها، اكتب اكتب شوية، بلاش الكلام الكتير، بلاش الكلام الكتير. شايف انا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتم تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، في اختلاف يعني في اكتر من حدا معاكم، يعني شايفكم برضه انتم منتظرين كذا حدا تحصل، منتظرين طاقة خير ليكم او يعني طاقة فرحة، بس انا شايف هنا في كلام انتوا سمعتوه والكلام ده مازال موشوش عليكم، عندكم شق يعني محتارين، بتحاولوا يعني شايف ان انتوا بتفكروا كتير في الكلام ده، يعني في حدا انتوا ازياكم والله اعلم ثم اعلم، يعني انت نيتكم كان الصافي، نيتكم كانت كويسه، بس انا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديده ليك، فيها فرحه ليك، فيها سعاده ليك باذن الله تعالى، وهتوفي بالنذر اللي عليك لان عليك نذر
اللي عليك نذر هتقوم فيه باذن الله تعالى، وهتحسبها بالورقه وكلام، وشانك هيطلع وهتعلي بقدره الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كله. اتمنى من اخواتنا في الله وحبيبنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه هنشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم.